ريت وألف صحة وهنا، ما تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس تحت أسفل الشاشة ليصلكم مني كل شي جديد. هاي أحبابي، كيف كل يوم أحبائي؟ اليوم رح أعمل مغلي. مثل ما شايفين أنا عندي هون مثل ما شايفين ظرف مغلي بيكون خالص. مثل ما شايفين عندي مغلي، هلا انا رح اعمل مغلي. فيكن انتو تجيبوه خالص جاهز، فيكن انتو تعملوه بقلب البيت. هلا احبائي، انا بحب جيبوا هيك، بجيبوا المغلي لحال، الرز لحال، كل شي لحال بيعملوا. فانا بجيبه هون خالص خالص مجهز وكل شي. هلا انا شو رح اعمل؟ هلا اكيد بكون هون مكتوب عنا مثل ما شايفين طريقة الاستعمال للمبتدئين، اذا هن ما بيعرفوا يعملوا مغلي واول مرة بيكونوا مكتوبين هون. هلا نحن عنا هيدا، بدنا نحط 4 كبايات مي، وهلا رح نباشر فيهم. هلا احبي انا حطيت 3 كبايات، هيدي ربع كباية. هلا انا شو رح اعمل فهم؟ فتحت المغلي رح نضيفهم فوق ونحركهم كتير منيح، ولازم نضل ايدنا فيهم نحنا. هلا رح نضل نحركهم. ما لازم نترك ايدنا من الحرك لانه بيكبتلو. مثل ما شايفين هلا كلهم دابوا، رح نضل نحرك. حتى يبقى عنا كتير منيح. شفتوا كيف كلهم دابوا ومنحرك. وهلا تقريبا بلشوا يشتدوا شوي شوي مثل ما شايفين. مثل ما شايفين بلشوا يشتغلوا. ما لازم نقيم ايدنا منهم بالمرة، اذا تركناهم ثواني بدهم يكتلوا ويلطعوا من تحت. شايفين بس بقى. مثل ما شايفين تقريبا رح يصيروا خالصين عنا. اكيد نحنا موطين الغاز تحته. شفتوا كيف صاروا مثل الكريمة، بس بعد بديهم يقصوا شوي صغيرة ليخلصوا تماما. شايفين؟ هلا احبائي هيو رح يخلصوا. احبائي انا رح احط المغلي بقلب الكاسات. مثل ما شايفين انا عندي 4 انواع من الاشكال. هلا انا رح باشر احطهم. هلا احبائي انا خلصتهم، هلا بدي زينهم. فيكم انتوا تحطوا اللي بدكم اياه. انا رح احط بارش جوز هنت مثل ما شايفين.
فيكن تحطوا صنوبر، فيكن تحطوا كاجو ولوز، مثل ما بعدكن. انا هلا بس رح احط جوز الهند ورح احط زبيب. هلا انا رح احط الزبيب، وانا كنت بالي الكاجو، رح احط كاجو مثل ما شايفين. رح نحط لها الكل، صحة وهنا. باي باي احبائي، ما تنسوا دعمنا باللايك. الشاشة ليصلكم مني كل شي جديد.